رمضان كريم. الله اكرم يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا جوز. يلا بقى علشان ناخد لفتنا على البيوت كلها ونسلم عليهم. اصحوا يا جماعه، يلا كله يصحى، كله يصحى. رمضان كريم. الله اكرم. وحوي يا وحوي. ايوه. وكمان وحوي. ايوه. رحت يا شعبان. ايوه. جت يا رمضان وحوينا الدار. ولا اوعى. لا هو بيقول بقيه الاغنيه دي ايه؟ انا نسيت والله. يا عم ركز في شغلنا بقى، عايزين نركز. يلا يا اولاد، يلا يا اطفال يا حلوين، رمضان كريم. الله، ده جوز ولوز يا طماطم. ايوه يا توتة، دول جوز ولوز فعلا، شكلهم جايبين لنا مفاجآت رمضان. اهلا يا حبايبي. يلا يا منات، يلا يا حلوين، انزلوا معانا طبلوا. طبلوا ونادوا معانا يا بنات. يلا يلا يا توتة، يلا ننزل. بس هو مش لسه بدري على رمضان ولا ايه يا طماطم؟ بدري من عمرك يا توتة، انزلي يلا يا حبيبتي. حاضر حاضر يا عم، انا بحبكم قوي. من لوز الحبوب. يلا يا بنات ارقصوا معانا. يلا يلا يا جوز. اهو جه يا اولاد، هيصوا يا اولاد، هاتوا يا اولاد، هيصوا يا اولاد. ما يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، هيصوا معانا كمان وكمان. يلا ورانا، يلا يلا يا توتة وراهم. اهو جه يا اولاد، اهو جه يا اولاد، هيصوا يا اولاد. في حاجة غريبة قوي يا طماطم. حاجة ايه يا توتة؟ انتي، انا بتهيالي ان دول مش جوز ولوز اللي نعرفهم، دول حد تاني. مش شكلهم متغير شويه وحاطين بتاع على عينيهم؟ شكلهم مبهدل قوي يا طماطم، هما كانوش كده ابدا، شكلهم عملوا حادثه. ايوه يا عم، بس احنا ما ينفعش ابدا نيجي معاكم من غير ما نعرف حد كبير، كده غلط غلط يا طماطم. يلا بقى يا توتة، انا عايزه اروح معاهم. يلا يا حلوين، يلا يا تعمير، هتضيعوا الفرصه بقى. يلا تعالوا علشان نطبل ونغني سوا وناخد هدايا ومفاجآت والعاب يلا جميله. حاضر جاي لك حالا. هات الجوز اللي معاكوا، تعالى يلا. اوام اوام، يلا يا كتاكيت. يلا بقى يا توتة، ما تضيعيش الوقت، هيمشوا ويسيبونا. خلاص يا طماطم، انا هتصل بطنط منى واقول لها ان احنا رايحين مع جوز ولوز. استني ما اجيب الموبايل. الو الو. الله، ده التليفون بتاعها مقفول يا طماطم، هنتصرف ازاي دلوقتي؟ وبعدين يا توتة بقى، انت عماله تاخرينا كل شويه. طب يلا استني بقى عشان نمشي. بيقول لك سجل لها مكالمه. استني، ايه رايك اسجل لها مكالمه؟ ابعت لها على الواتس يا توتة. يلا بقى عشان نمشي يا بنتي. الو. ايوه يا طنط منى، احنا رايحين مع عمو. عمو جوز ولوز جم وطبلوا وغنوا بره قدام البيت، واحنا هنروح نعزلهم، وخدنا طبق الملبس عشان ناكل منه في الطريق. يلا مع السلامه. ايه ده، انتوا وقفتوا ليه هنا يا جماعه؟ الله، انتوا جبتونا هنا ليه؟ ايه المكان الغريب ده؟ ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، هنا هتلاقي كل المفاجآت. احنا هنا هنفاجئكوا اكبر مفاجأة في حياتكوا. يلا بينا يا صاحبي. يلا بينا يا لوز. يلا بينا. مع السلامة. اوعوا تزعلوا مننا، مع السلامة. ايه ده، حاجة غريبة قوي يا طماطم، هو في ايه بالظبط بيحصل؟ انا مش فاهمة اي حاجة خالص يا توتة. استنى عندك انت وهو، ارجع يا جوز انت ولوز، تعالوا عندي هنا، ارفعوا ايديكوا لفوق. يلا شطار، تعالى بقى قرب عليا هنا ولف ووريني معاك ايه اللي في بطنك ومخبي مني يا جميل. يلا يا بابا، بتخبي من عمته؟ ينفع الكلام ده؟ لف يلا وطلعي الولد اللي معاك في شنطتك. ده عيل صغير، كنت هقرقشه بس. طلع طلع، احنا ما اتفقناش على كده ابدا يا جوز. الحقوني الحقوني، عدي الحقوني يا جماعه، الراجل ده حطني ببطنه، الحقوني. الحق يا توتة، ده بياكلوا عيال صغيرين باين يا توتة. اه يا ست الكل، اتفضلي، ولا يكون عندك اي فكره، والله ما معايا اي حاجه تانية. ما تعملهاش تاني يا جوز، اتفضل، تقدر تروح دلوقتي. هنيا هنيا. اللي بعده انت بقى، ما معكش حاجه في بطنك انت كمان؟ لا والله يا ستنا، انا معيش اي حاجه، فتشيني حتى. افتح بطنك ووريني. تمام تمام، فاضيه على الاخر. ايوه كده كده، انت مخلص ووافي كده، انا احبك. انتوا مين وايه اللي جاب
طيبين، ايه اللي حصل؟ انا مش عارفة حاجة خالص يا طماطم، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ومين الست الشريرة دي اللي كل شوية تقول لهم طلعوا اللي ببطنكم؟ هما اكيد خطفونا يا طماطم، شكلنا مخطوفين. مش عارفة، انا سمع اصوات اطفال كتير قوي حوالينا. يا اختي يا نصحة، انت وهي انتوا لسه لحد دلوقتي ما فهمتوش ان احنا مخطوفين. وبعدين يا توتة، احنا حتى سبنا حاجة حلوة بتاعتنا كلها. مين الست دي يا طماطم وعايزة مننا ايه بالظبط؟ دي شكلها من اللي بيتاجروا في الاطفال. بتوع الاعضاء؟ مش عارفة بقى، بتوع الاعضاء الاجلاء، انا مش عارفة. اهلا بيكوا يا حلوين، هنا في المؤسسة بتاعتي، انا هجيب لكم اكل زي ما انتوا عايزين، وحلويات كمان، هجيب لكم حاجات كتير وجميلة قوي قوي. عايزكم تكبروا وتسمنوا وتكلبزوا كمان، علشان بعد كده اقدر انا استنفع بيكوا. انا مش عايزة اكل يا ست انتي، انا عايزة اروح لماما. ماما هي بتاكلني. اول درس في المؤسسة بتاعتي لازم تتعلموه كويس، ما تجيبيش سيرة ماما ابدا هنا يا حبيبتي، لا ماما ولا بابا ولا انور وجدي، مفيش اي حاجة من الكلام ده خالص، مفيش غيري النداها وبس. يا ست النداها، روحيني لمامتي، حرام عليكي، انا ما بحبكيش، روحيني لمامتي. وبعدين معاكوا بقى، انا هسيبكوا تسترخوا وتستمتعوا بالمكان، وشوية وباقي الاطفال هيجوا يشاركوكوا كمان. يلا عن اذنكوا. ايه ده، دي مشت وسابتنا لوحدنا. يا ريتني كنت سمعت كلامك يا توتة. شفتي بقى ان احنا ما كانش ينفع ابدا نمشي ونروح مع اي حد غريب من غير ما نقول لماما وبابا. كان عندك حق يا توتة، نعمل ايه دلوقتي؟ انتوا بتعيطوا ليه؟ ما تزعلونيش انا كمان. اهدوا يا جماعة، اهدوا. انا كمان عايزة اروح لبابايا، بابايا لوحده، هو اخويا الصغير. انتوا عارفين ايه اللي هينقذنا من هنا؟ قولي يا توتة، عارفة وساكتة، قولي من ساعتها. الملبس اللي في ايدي ده يا طماطم، مش احنا جبنا الملبس كله من البيت وسجلنا لمامتك ان احنا اخذنا الملبس معانا؟ ايوه يا توتة، الملبس احنا كنا بناكل منه طول الطريق، ووقع ملبس كتير مننا، وهو ده اللي هيخلي مامتك بقى لو هي شغلت مخها شوية تعرف توصل لنا. ايوه صحيح، ده هما كانوا ماشيين بيجروا بسرعة واحنا كنا عمالين نوقع الملبس. ايوه، وانا اتعمدت كمان ان اسيب الملبس يقع علشان يعرفوا مكاننا من اثار الاقدام. والله انت ذكيه وشطوره يا توتة، يعني احنا هنروح. ان شاء الله هنروح، بس قولوا معايا يا رب يا رب يا رب يا رب نروح، يا رب يا رب يا رب. يا خبر بقى كده يا بنات، روحوا مع جوز ولوز من غير ما تستأذنوا من حد كبير، لا ماما موجودة في البيت ولا بابا ولا اي حد كده من نفسكم. لا ده كده الموضوع يقلق قوي، دول اتأخروا خالص، لازم اطلع ادور عليهم بنفسي. ياه، ايه ده، الملبس ده بتاعنا اللي انا اشتريته من المول امبارح. اكيد توتة وطمطم سابوا لي الملبس ده عشان اعرف مكانهم، بس الملبس ده رايح فين كده؟ انا لازم امشي وراه، مفيش حل قدامي غير كده، وبالطريقة دي هعرف مكان بناتي. ايه البيت المهجور والغريب ده، الملبس بينتهي هنا، اكيد البنات هنا، انا لازم ادخل، بس شكل البيت يخوف قوي. ايه الحاجات المدشدشة والمكسرة دي؟ ايه ده يا خبر، ايه ده، انا سمع صوت بناتي من هنا. يا حبايبي البنات اكيد جوه. انا لازم ادخل جوه، لازم اشوف طريقة ادخل بيها جوه للبنات. يا رب يا رب يوصلوا لنا بقى يا رب، والبوليس يجي يقبض على الست الشريره اللي بتقول على نفسها نداها دي. نداها دي طلعت امتى بس يا ربي؟ الواحد عمال كل شويه يطلع له حاجات غريبه قوي، وايه اللي حصل لنا؟ العالم ما عادش فيه امان ليه يا توتة؟ بناتي طمطم وتوتة، ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ كويسين؟ كل حاجه فيكم في مكانها؟ ماما 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 ماما، احنا اسفين يا ماما، يا ريتنا ما كنا سيبناكي ومشينا. انت كويسه يا توتة؟ كويسه يا طنط منى، كويسه بس مش قوي يعني، بس كويسه. وانت مين يا حبيبي، وايه اللي جابك انت كمان هنا؟ انا خطفوني يا طنط، خطفوني من عند بابايا واخويا كانوا معايا. يا حبيبي مين اللي خطفكوا يا بنات، جوز ولوز
جوز ولوز اللي جابوكوا هنا انا هبلغ فيهم. لا يا ماما مش جوز ولوز دي طنط النداهة سحراهم وحولتهم اشرار عشان يجوا يخطفوا الولاد والبنات عشان هي مش عارفة تخطفهم. يا خبر ابيض. طب تعالوا بسرعه يلا يلا حصلوني خلينا نطلع من هنا احسن ترجع تاني وساعتها هتخطفني انا كمان معايا. يلا بينا. يلا يا بنات يلا الدنيا امان هنا ومفيش اي صوت. تعالوا يلا يلا اتحركوا اتحركوا بسرعه. ايه ده هم راحوا فين؟ لا 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 اطفالي اطفالي حبايبي هربوا هربوا مني. لا 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 انا مش هسكت. اطفالي راحوا فين؟ هربوا هربوا مني هربوا مني المسخيت الصغيرين. ايه ده ايه ده سبت الباب مفتوح واكبر غلط ممكن تعمله الشريره اني تسيب الباب مفتوح. ازاي ازاي الكلام ده؟ علشان كده هربوا. انا اللي غلطانه انا اللي غلطانه. ودي كانت حلقتنا النهاردة يا أصحابي، أتمنى إن هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا أصحابي للفيديو وكمان شير وسبسكرايب للقناة. طبعا وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول ويضغط على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وكمان يوريه كل أصحابه. نشوفكم مع حلقة جديدة. باي باي. باي باي.